هذه اللعبة؟ لا يمكنني تعليمك. مات الكثير من شعبنا في تلك الأراضي غريبة. وقضي من شخص آخر. إنه شرف لي. قد يعرف الأوسيرام هذه اللعبة. لأبحث في تشينسكريب عن من يدربني. ليس قبل أن ننتصر هنا. رجاء، لديك يا أصيل، رجاء، إنه شقيق. لا أزعجك، ولكن طلبت بكل الطرق الممكنة ولا نتيجة. فقط اشرح لي. أعتذر، اسمي هو جومار. أنا ضابط الأسلحة لهذه البعثة. مهمتي الحرص على أن يكون الجنود مسلحين ومستعدين، وفشلت في ذلك. شقيقي أوريس قد أرسل لاستطلاع برج في جنوب الجزيرة. كان عليهم أن يعودوا الآن. رفض المشرف طلبي لإرسال فرقة بحث، وعصيانه يعني أن يسرحوه أو أسوأ. تظن أنهم أحياء؟ أذكر أن أوريس كان مهووساً بسان فرانسيسكو منذ زمن، ورحب بالانضمام لهذه البعثة. القدر ليس قاسياً ليجعل هذا المكان قبراً. ساعديني وسأمنحك وصولاً لأي سلاح في مخزوني. إن قصدت الشمال سأبحث عن أخيك. شكراً. كان معه قطعة أثرية متوارثة من عشيرته. أظن مصلاتك قد يرصدها. أي نوع منها؟ قطعة معدنية معلقة بسلسلة مع صورة لسان فرانسيسكو، ولهذا حملها معه دوما. كان العرافون يظنونها منارة تدعو الأسلاف لزيارة المدينة. ظنوا؟ إذن عجزوا عن قراءة البيانات؟ اعتبرت معرفة مفقودة. إن كان شقيقي قد رحل، أبي وسعك إعادتها لي؟ كانت تعني الكثير له، وسأحافظ عليها لأجله. بالتأكيد. ظننت الحياة ستكون صعبة هنا؟ لا أظن أن أحداً يعرف، حتى العرب. بضائع أعدك، سنعود للوطن. هاريم، لن نستعيد البوصلة أبداً. عالقنا للأبد. الأصيلة التي ولدت، عسانا نعرف. فقط إيلوي، ماذا أسمع عن عدم عودتكم؟ سفننا الملاحية انتهى أمرها. دمرتها العواصف والشعاب، وتدمرت معها الأداة الوحيدة التي نحتاج إليها. هناك سفينة ربما قد تكون فيها بوصلة ما زالت تعمل، لكنها راسية على جزيرة محاطة بتيارات مميتة. لا بوصلة، لا موطن، ولا طريقة لنعود إلى من كان علينا تركهم. كريستيا، إذن ما هي هذه البوصلة الدوارة؟ إنه جهاز استخدمه الأسلاف لتحديد موقع السفينة، لكن يعمل إن تمت مقارنة قراءته بخريطة. كيف حصلتما على شيء كهذا؟
أظن لا ضرر من إخبارك لتحليك بهبة الأسلاف. وجدها العرافون على متن سفينة قديمة في موطننا وعدلوها كي نستخدمها في سفننا دونهم تحت رحمة البحار. قلتما إن ما تحتاجانه على سفينة؟ أجل، سفينة ارتكازنا ليلة اقترابنا من لانفور عاصفة ضربت الأسطول. إن بعض السفن قد رست هنا بأمان، وسفينتنا جنحت، تركت طاقم السفينة آملين أن نبقى أحياء. ظننا أننا غرقنا. شكراً للأسلاف أن الأمواج جرفتنا نحو الشاطئ، أوصلونا إلى لانفول. ليس وكأن هذا يهم، لكن السفينة التي بها بوصلة دوارة محاطة بتيارات مميتة. أستطيع المساعدة فقط لو تطيرين. لا أستطيع فعلها، سأجد طريقة وأعود. يعتبر أنها ولدت من جديد، ربما قد تساعدنا. أنا لن أجعل نفسي أتفائل الآن، لكن أشكرك على لطفك. نفذي الأوامر وثقي في حقيقة الإذن. لن أصل إلى تلك السفينة، على الأقل ليس الآن. يمكنني المقايضة. أمرنا بنقل بعض الحصص الغذائية الإضافية لاحقا. هل لدينا حصص غذائية إضافية؟ لكن علينا نقلها الآن إلى مكان مأدبة القائد. أكان هناك طعام؟ كفاك كلاما عن ولن يأكل منها الآن. ما زلت أفضل وجودها في صفي من أجل بحق الإخ، آمل ذلك. لقد سئمت الفرش المصنوعة من الخشب. أتمانعين في تولي مناوبتي لاحقاً اليوم؟ سأترقب عودتك. كيف حالك؟ ماذا تحسن بكل شيء على ما يرام؟ مهلاً، يمكنك الإفصاح عن مشاعرك. فقدنا كثيراً من أصدقائنا في المحيط الكبير. لقد شاركوا بإرادتهم ونحن كذلك. لكن هذا قاس على أي حال. لا بأس في الاعتراف بذلك. لا أستطيع أن أدعى حزني مني، ليس قبل أن ننتصر هنا. الهواء يدفعني. المصنوعة من القش مثلك. ربما أبدو لك قوية، لكن هل حققنا هدفنا المصيبة؟ من الأفضل أن نكون حققناه. لقد انهار المكان، وإذا كنا فقدنا أي شيء
هناك على الشاطئ. مستطلع كاين، علي الاقتراب، لعل معه أثرا كما قال جومار. لا قطعة أثرية، ليس شقيق جومر. لألقي نظرة، ربما أجد أحدا آخر. روبوت يقتل الصيادين، فتاك أكثر مستطيعين ورقة. سأرى إن كان أحدهم شقيق جومر. سأتخلص من الروبوتات أيضا.
الروبوت لا يتحمل البلازما. قطعة أثرية، لا أظن إحداها أوريس، لكن ربما سقطت إحداها حين قاتل الروبوتات. مسلاطي قد يظهر المزيد. لا شيء، عسى أن يلتقط مسلاطي أثرهما. هكذا ربما أفلت أوريس من الروبوتات. لأرى إلى أين يقودني. روبوت يبدو أنه طارد، لكن أوريس قضى عليه. يبدو أنه هرب إلى داخل البرج للإفلات من أجنحة الشمس في الغالب. الأثر ينتهي هنا. تسلقت هذا البرج. وكأنه بأجنحة يحجز ضوء الشمس ويطير بسرعة على الأرجح. لأجد طريقا إلى أعلى البرج.
مسدود. ربما أجد طريقاً آخر للأعلى بالخارج. رياح هوجاء، يجب أن أثبت الآن. لا شيء لأراه. كان وشيكاً أيضاً. لابد أنه أوري. هناك طريقة للتأكد. سأبحث عن القطعة. القطعة الأثرية. رصد مسلاطي بيانات عليها. ليست منارة بل خريطة سياحية لسان فرانسيسكو. لو قرأها الكوين لما أرسلوا الاستطلاع بلا معلومات. سأخبر ألفا. إيلوي، أنا هنا. ألفا، لقد عثرت على بيانات قد تهم بوهاي. أرسلها لك الآن. سأرسلها له. شكرا. لأعد هذه القطعة معي. سأوصلها إلى جومار مع الأخبار السيئة. بهدوء. قاس على أي حاجة. أعذرتي. أنا
آسفة. كيف مات؟ كان عشاً لأجنحة الشمس، دخله ليختبئ، لكن كان متمسكاً بها حين وجدته. أوريس، لقد مسحتها بمصلاتي، بها خريطة تعرف الشعب بالمنطقة دون ألفا. تشاركها مع بوهاي الآن. جيد أن أخاك حماه. سأقيد البيانات في الإرث لأستعيد شقيقي. يسرني أن موته لم يكن هباء. كما وعدت، لديك وصول لمخزون أسلحتي. إن جلبت الموارد الصحيحة سأصنع أي شيء ترينه هناك. في الواقع فلتجربي هذا، أفضل أسلحتنا، وإن أفادك تعلمين مكان المزيد. شكراً، أقدم لك تعزيتي. أشكرك، ممتن لك. يمكنني تزويدك بأسلحة فتاكة إن كان هذا ما ترغبين به أيتها الأصيلة.